قررت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة كرم جبر اليوم تكليف هشام أحمد لطفي مدير عام وكالة الأهرام للإعلان بتسيير أعمال إدارة مؤسسة الأهرام، وذلك بعد قبول استقالة أحمد النجار رئيس مجلس إدارة المؤسسة بإجماع الآراء. وقال جبر إن الهيئة أحالت ما ورد في استقالة النجار إلى الجهات المختصة للتحقيق إداريا وماليا ومن ثم اتخاذ الإجراءات المقررة من قبل الهيئة. وكان النجار تقدم باستقالة مسببة احتجاجا على ما اعتبره تدخلا في إدارة المؤسسة على خلفية إرسال الهيئة الوطنية للصحافة خطابات لرؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية تطالبهم بمراجعتها في أي قرارات مالية أو إدارية، وهو ما اعتبره النجار البقاء في المنصب بلا صلاحية. دكتور غادة، هل قرار الهيئة الوطنية للصحافة ورد الفعل اللي حصل عليه ممكن يكون بداية لمرحلة جديدة في المشهد الإعلامي المصري؟ شوفي، خلينا نفصل ما بين رحيل أحمد السيد النجار عن مؤسسة الأهرام وما بين القرار اللي اتخذته الهيئة الوطنية للصحافة. رحيل أحمد السيد النجار عن مؤسسة الأهرام، يعني ده احنا كلنا يعني نروح نصلي ركعتين شكر لله ان ربنا عفى وأفرج عن مؤسسة الأهرام، لأن هو لم يكن موفق نهائيا في أي خطوة كان بيتخذها في إدارة الأهرام. لكن أن يبقى عندي هيئة النهاردة بتمنع أي مسؤول في أي صحافة سواء خاصة أو قومية من أن هم يصدروا قرارات أو يتخذوا إجراءات إلا بإذنهم، ده النقابة نفسها ما بتعملش كده، يعني نقابة الصحفيين ما بتعملش كده. ده بيفكرني أيام عبد الناصر لما كان بيبقى فيه شخص عسكري تابع لعبد الناصر أو المشير عامر في كل مؤسسة صحفية وفي كل مؤسسة في الدولة، علشان ما فيش ورقة تطلع إلا لما تعدي عليه هو الأول يوافق ما يوافقش. فإحنا كده شكلنا بنرجع لوراء، بس إيه، حاطين شوية ميك اب، يعني ما احناش لابسين أبيض وأسود زي زمان بتوع زي أفلام الأبيض وأسود. فده هنا بداية تقييد للصحافة. النقابه ما عملتش كده، لا اعتقد ان الدستور ينص في عندما نص على وجود هذه الايات كان بينص على هذا، لان الدستور اصلا تحرري ما فيهوش ابدا تقييد للحريات. فقد يكون هذا نوع من سوء الفهم لدى اعضاء الهيئه، فاتمنى ان هم يراجعوا نفسهم، هم كلهم يعني صحفيين كبار واجلاء وكل واحد منهم كان بيحتل موقع في صحيفه يوما ما، واعتقد ان هم عارفين كويس قوي ان هذه التدخلات مرفوضه شكلا وموضوعا.